الحمد لله على ساعات العطاء الرحمانية والهبات الربانية في محاضر الاتصال برجال الحضرة المحمدية والمقاعد العندية في هذه الساعات التي تتنزل فيها الرحمات من رب البريات بواسطة الرجال الذين حملوا إرث إمام السادات وقدوة القادات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وقد جئنا حاضرين مستمدين ملتمسين هذه البركات مما مضى وتقدم في هذه المنازل من حبيبنا محمد أنيس وأخيه الحبيب أحمد بن علوي المقبور بجانبه، والحبيب علوي بن علي، والحبيب أحمد بن علي، ومن في هذا المقام من كل ولي وصالح وعارف بالله، عسى ندخل في بركاتهم ونقسم في خيراتهم وإمداداتهم وهباتهم التي وهبهم الله إياها، وهي مجامع تعقد في هذه الأمة برحمة من الله وفضل من الله ليتصل بها البعيد بالقريب، ويقرب بها كم من إنسان ألهته الدنيا وغرته الشهوات وأبعدته المعاصي ورمته في بحار الترهات، فيحضر محضر من هذه المحاضر ومجمع من هذه المجامع، فإذا بالرحمة تحط عليه من حضرة الله، وإذا بالعطاء يصب من الله تعالى، فيدخل السعيد في الشقي في بركة السعيد، وتعم الخيرات الجميع، وعسى رحمة الله تعمنا وإياكم وأهلينا وأهليكم والمسلمين أجمعين إن شاء الله. ولا زالت هذه المجامع شواهد على نفع هؤلاء العباد لخلق الله وعلى تسببهم في الرحمة لعباد الله الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، ليعلم كل إنسان أن نصيبه من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر حسن متابعته ثم خدمته لأمته وبريته والسعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم والعطاء والبذل لأجل الله سبحانه وتعالى، والخدمة لكل مسلم صغير أو كبير على هذا الحال مضوا وفي هذا السبيل مشوا، وعلى هذا ثبت الأبناء من بعدهم وساروا في سبيلهم، والله يثبتنا جميعا في طريقهم ويثبت أهالينا وذرياتنا وذوينا وأحبابنا وجميع الطلاب والمحبين والمتعلقين بهذه المقامات العظيمة وهذه الموائد الكريمة. الحمد لله على دوام القيام لهذه المظاهر في خير حال وأنعم بال، وهذا من سعادة أهل هذه البلد ومن إرادة الله الخير بالأمة، فما دامت هذه الرايات منشورة وذكر الصالحين مرفوع، وما دام ذكر الأولياء والعلماء والعباد والزهاد معظم مكرم بين العباد، فلا زال العباد بخير ولا زالوا في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الأمة إذا انقطعت عن أهل الوراثة لرسول الله وأهل الاتصال برسول الله انحرفت في مسارها وضاعت بها السبل وتفرقت بها الآراء وتفرقت بها الأهواء كما نرى في حال كثير من عباد الله. فالله يديم هذه الأربطة وهذه المعاهد وهذه المعالم وهذه المدارس وهذه الروحات وهذه المجامع وهذه المجالس ويبقيها ويزيد النفع بها وينميها، ويحقق نيات الآباء والجدود في من بقي من الأولاد والأحفاد، ويجعل ذلك إن شاء الله تعالى سبب في الفرج الكبير للمسلمين والغياث الكبير للمسلمين، وكل حاضر منا ومنكم يتلمس نصيبه في هذا المجمع من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والندم على ما كان منه، والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يدخله في بركة الصالحين وزمرة الصالحين وعباد الله الصالحين، ثم يطالب نفسه وأهل بيته من بعد ذلك على حملهم على اكتفاء الأثر واتباع السبيل لما كان عليه الأوائل، ويعلم أن هؤلاء القوم ما نالوا إلا بصدق التوجه إلى الله وترك المشغلات والملهيات وراء ظهورهم، ولم يبالوا بها، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل، فقيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياة وقصدهم الرحمن في القول والفعل، فما قصدوا في هذه الدنيا مقصد غير وجه ربهم سبحانه وتعالى وإرادة رضوانه جل وعلا، ولم تلههم مطالب الأطماع الدنيوية من مال أو من منصب
أو من جاه أو من شهرة أو من سياسة أو من رئاسة أو من شيء من أمور الدنيا ومتاعها الفاني، وما قصدوا إلا العالي الباقي الدائم سبحانه وتعالى، العزيز الجليل الملك الذي أخذت مهيبته ومحبته بمجامع قلوبهم وذواتهم، فأقبلوا عليه وارتموا على بابه فأعلى قدرهم وذكرهم وأعلى مقامهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما يحصل في هذه الدنيا من هذه الحوليات والمظاهر واجتماع الناس إلا شيء يسير يعبر عن قدر هؤلاء عند ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، والمخفي عند الله أعظم وأكبر. فعلى الطريقة نسير إن شاء الله، ونرفض الملاهي والملهيات والمغريات، ونسلك في طريقهم. اللهم سر بنا في ذلك السبيل، وأدخلنا في ذلك الطريق، وأدخلنا مع ذلك الجيل، وسر بنا في ركبهم، واسقنا من شربهم، وألحق الأبناء بالآباء، والحق الأحفاد بالأجداد، واجعل هذه المسالك وهذه المعالم وهذه الطرق معمورة بأهلها كما قال حبيبنا علي معنى وصورة. واللهم فرج كروب المسلمين أجمعين، وادفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، وكلنا بما كنت به لعبادك المحبوبين. الحمد لله رب العالمين. ونبلغكم السلام عن سيدي الوالد الحبيب عمر بن محمد سالم بن حفيظ، قال لنا: إذا حضرتم بلغوا السلام لمن في الحول، فهو يبلغكم السلام عليكم منه سلام الله ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya akan sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan tetamu kita Al-Habib Salim bin Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam ceramahnya. Pertama, beliau mengatakan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang beliau mengatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah dan rahmat yang besar dalam pertemuan kita yang sangat mulia ini, dari barakah Sahibul Haul Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, dan juga awalatnya putra-putra beliau yang sekarang ini terkubur di Solo, Al Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, dan Habib Muhammad Anis bin Alwi Habsyi. Dari barakah beliau lah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita barakah dan rahmat yang besar yang membanjiri kita semuanya. Dan pertemuan yang seperti ini akan mendekatkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kepada orang-orang yang ahli maksiat, dari barakah rahmat yang turun sehingga mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadinya mereka terputus hubungannya kepada Allah menjadi orang-orang yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dari barakat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita datang dari tempat yang jauh karena kita diundang oleh orang yang mendapatkan warisan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah ahli waris dan pejuang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan apa yang beliau miliki untuk selalu mendatangkan manfaat kepada semua umat. Berjuang Al Habib Ali tidak mendapatkan maqam yang tinggi kecuali karena beliau telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki, dari ilmunya, dari harta bendanya, dan dari waktunya untuk berjuang kepada umat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka, beliau adalah orang yang sangat manfaat dalam kehidupannya, sehingga ahli Solo terutama di tempat ini mendapatkan kebaikan yang tinggi dari barakah perjuangannya dan dari putra-putranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan daripada kebaikan dan barakah tetap di negeri ini dengan barakatnya adanya hal ini. Selagi di satu tempat, di satu negeri yang di mana orang soleh ditinggikan, di satu negeri di mana ulama-ulama diagungkan, satu negeri para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dijunjung tinggi, maka negeri itu pasti akan tetap ada kebaikan.
negeri itu tetap akan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan barakah, karena mereka meninggikan orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kebaikan yang ada di tempat itu. Maka dengan barakah adanya hal ini, hendaknya orang yang tadinya berbuat kemaksiatan beringin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadinya jauh kepada Allah hendaknya berniat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau orang-orang yang agung di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu sebab, yaitu mereka adalah orang yang sempurna di dalam ittiba kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dilakukan Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi selalu diwarisinya, sehingga dengan warisan yang demikian itu, akhlak yang mulia yang dimiliki Rasulullah, perjuangan yang tinggi yang didigimi Rasulullah, dan berfikiran selalu mendatangkan manfaat kepada orang lain, selalu mendatangkan kebaikan kepada orang lain, sehingga Allah SWT angkat derajatnya. Orang-orang yang soleh itu memiliki ketinggian yang memiliki maksud yang tinggi. Tidak ada maksud dalam hidupnya hal-hal yang sifatnya harta benda. Tidak ada tujuan dalam dirinya ketenaran atau kemasyhuran. Tidak ada dalam tingginya keinginan-keinginan yang lain kecuali keinginan satu, menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan niat yang mulia itu sampai pada zaman kita sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hal ini, dengan adanya majma' yang begitu agung dan tinggi ini, Allah Subhanahu wa taala angkat musibah yang terjadi pada kaum muslimin, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza dan dari negeri-negeri yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berikan kepada kita surah dan ma'nawiyah daripada barakah daripada hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada negeri kita ini, tempat-tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah dan selalu ditinggikan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.